راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024. قرارات للطيران الحربي على منطقة كافوري بالخرطوم بحري وتبادل القصف المدفعي في محيط القيادة وسلاحي الإشارة والمدرعات. قوات الدعم السري تحاجم بارة وتحتل مركز الشرطة قبل أن تنسحب إلى خارج المدينة بعد إبرام اتفاق مع سكانها. اجتماع مرتقب للدكتور عبدالله حمدوك مع رئيس الجيبوتي إسماعيل مرجيلي اليوم الأربعاء. تجمع لجان الكلاكلة يجدد ثقته في تقدم وتمثيل عثمان سر الختم في التنسيقية. الحركة الإسلامية تصف إعلان أديس أبابا بأنه يحمل ذات النصوص التي أوردت السودان موارد الحلاك. حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي ترحب بإعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم والدعم السريع. إعلان أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع ينص على إطلاق مجموعة من الأسرى وفتح ممرات إنسانية وتوصيل الإغاثة للمتضررين. الأمم المتحدة تحذر من تردي الأوضاع بولاية الجزيرة وتكشف عن نزوح 800,000 مواطن نتيجة للتصعيد العسكري. الخارجية السودانية تنتقد عدم إدانة واشنطن لانتحاكات الدعم السريع وتقول إن بلينكين استخدم عبارات معممة في توصيف الانتحاكات. نحب وسرقت مجمعات جامعة الجزيرة وبنك الادخار ومواطنون يتهمون قوات الدعم السريع. مذكرة نسوية للأمم المتحدة تطالب بإحالة طرفي الحرب في السودان للمحكمة الجنائية الدولية. منظمات نسوية تطالب بحظر الطيران ومنع تسليح المواطنين وخروج الدعم السريع من المدن ومنازل المدنيين. مواطنون جبل مون بغرب دارفور يشكون من فشل الموسم الزراعي ويطالبون بإنشاء محكمة أهلية وقوات لحماية سوق المنطقة. مجموعات حقوقية تطالب الاستخبارات العسكرية بإطلاق سراح ساطع الحاجة المحامي وجميع المعتقلين. منشورات سياسات بنك السودان المركزي يكشف حجم الأضرار التي تعرضت لها فروعه في الخرطوم والولايات وتدمير منظومة الصرف الآلي والنظم المصرفية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.